بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الصبر من نعم الله على العباد سبحانه وتعالى، لذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر. عندما سأله أحد الصابر الصالحين قال: عليك بالصبر، لأن الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر، وكل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة محتاج إلى صبر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ما من إنسان صبر واحتسب على بلاء الدنيا أو أي أمر من أمور الدنيا إلا نصره الله وحقق له ما تمنى وإن تأخر هذا المطلوب. إذن فالصبر نعمة عظمى من نعم الله على عباده سبحانه وتعالى، أن ألهم الإنسان الصبر. قال الله تعالى في سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر لله ومن الله سبحانه وتعالى. أنت في صلاتك وفي عبادتك محتاج إلى صبر، لو لم يصبرك الله سبحانه وتعالى لم تستطع المواظبة على أداء الصلوات وأداء الفرائض وأداء العبادات. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والدنيا كما نعلم دار ابتلاء لا بد فيها من صبر. صبرك في تعاملك مع الناس، صبرك في ذهابك إلى العمل، صبرك في المذاكرة، صبرك في ذكر الله سبحانه وتعالى، صبرك في بر الوالدين عندما يبلغان الكبر أحدهما أو كلاهما، كل هذه أمور تحتاج إلى صبر. طيب الصبر يعني إيه؟ مادة صبر، معنى كلمة صبر يعني منع أو حبس. الصبر هو المنع أو الحبس، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، واحنا طبعا ليلة الجمعة ونوصي بقراءة سورة الكهف، اوعى تنسى سورة الكهف ابدا في يوم الجمعة او ما تيسر منها. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر اي احبس نفسك معهم، واصبر نفسك، استخدم الفعل على اصل معناه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر أي احبس نفسك واجلس معهم. وهنا يوصي الله سبحانه وتعالى رسوله بالصبر، بأن يجلس مع الصحابة كي يعلمهم أمور دينهم. وعندنا أولو العزم من الرسل خمسة كما ورد في القرآن الكريم وكما وردت الأخبار المتواترة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لماذا سموا بأولي العزم؟ لماذا سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا إله إلا الله أولو العزم، سماه الله أولو العزم. قال تعالى في آخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأنهم تحملوا من البلاء والإيذاء والعنة والمشقة من أقوامهم ما لم يتحمله نبي غيرهم. سيدنا موسى أرسل إلى فرعون وما أدراك فرعون، سيدنا نوح الطوفان، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد ألقي في النار ولاقى من البلاء ما لقى. لذلك
كي يسلي الله سبحانه وتعالى نبيه وكي يصبره على أذاء وابتلاء وبلاء قومه، قال له سبحانه وتعالى: فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذا عددنا الآيات في القرآن الكريم التي تحدثت عن الصبر وجدناها كثيرة جدا جدا جدا. المغزى مش كثرة القراءة أو كثرة التكرار، المغزى بالعمل وفهم المضمون من تكرار الآيات. لماذا كرر الله سبحانه وتعالى آيات الصبر؟ لأنه سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وطالما الإنسان فيه نفس فهو معرض إلى البلاء والابتلاء، وطالما هو معرض إلى البلاء والابتلاء لا بد أن يصبر في هذه الحياة. الذي يصبره والذي يجعله يتعايش مع هذه الدنيا هو الصبر، هو الصبر. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصبر، والصبر هو البلاء والدواء الناجع والشافي. طالما الإنسان صبر لله علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره أن يصبر. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني يفتعل الصبر. الصبر أمر شديد، أمر شديد، شديد على النفس، لذلك يحتاج إلى توطين لأن يوطن الإنسان. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يوصي المؤمنون بعضهم بعض بعضهم بعضا بالصبر كيما نحن نتواصى الآن. فأداؤك للعبادات وقيامك لصلاة الفجر صبر، ذهابك للمسجد لأداء الصلوات صبر، جلوسك مع أولادك لكي تربيهم وتعلمهم الأخلاق الحسنة وقد عم الفساد وطمت البلوى في هذا المجتمع صبر، جلوسك أمام الكتاب لكي تستذكر دروسك وتستعيد مرة بعد الأخرى صبر، فتحك للمصحف لقراءة القرآن الكريم كي تقرأ وردك اليومي أو تستعيد التلاوة فيه صبر. فكل عمل تعمله في هذه الدنيا محتاج إلى صبر. قال الله تعالى في آخر سورة البلد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لابد أن يوصي المؤمنون بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا بالصبر. لذلك جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يطمئن المؤمن: يا شؤم من ليس له رب يركن إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقولها بعلم، هناك إله تفزع إليه، أوصاك بالصبر وأعطاك الأجر لقاء صبرك وأعطاك الأقرار. صلى الله عليه وسلم: واعلم، علمه علم اليقين في القلب، واعلم أن النصر، أسلوب مؤكد، أن النصر مع الصبر. إذا صبرت لابد أن ينصرك الله سبحانه وتعالى. وتتبع بقى قصص الأنبياء: نصر الله موسى، نصر الله عيسى، نصر الله نوحا، نصر الله إبراهيم، نصر الله محمدا وسوف ينصره إلى يوم القيامة، لأن الرسل هم أعظم الناس بلايا. لذلك أمرهم الله بالصبر ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالصبر. نختم حديثنا بآخر القول في آيات سورة آل عمران، ونعم هذه السورة نوصيكم بقراءتها، فهي الزهروان مع سورة البقرة، يؤتى بحافظ بحامل بقارئ القرآن، تقدمهما سورة البقرة وآل عمران.
قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر من الله، أسلمنا لك يا رب وامتثلنا الأمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الفلاح والنصر والنجاح والتوفيق في هذه الدنيا مع الصبر، لأن الذي أمرك بالصبر هو الله. أنت عندما تصبر تؤجر، لأن الصبر لله، صبر بغير فزع. مش تقول بقى أنا صبرت أهو، فين بقى؟ لا، أنت تصبر وتتلذذ لأن الله أمرك بالصبر، وسوف يأتيك النصر إن شاء الله، وكن موقنا من ذلك إن عاجلا أو آجلا. ندعو في هذه الدقائق لإخوتنا في الثانوية العامة، ونبارك لإخوتنا وأبنائنا في الشهادة الإعدادية، يوفقهم الله في الحياة المقبلة. ونسألكم أن تلتمسوا لنا العذر فيما مضى، لأنكم كما تعلمون كنا في شدة انشغال مع مراجعة الثانوية العامة، وفقكم الله وأعاننا الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة، ونشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش الصبر، الصبر يعني واجبنا اليوم. إذا ذهبت إلى الصلاة فاعلم أنك تذهب صابرا محتسبا إلى الله. إذا جلست لقراءة القرآن فاجلس صابرا محتسبا إلى الله. إذا ذهبت إلى عملك لكي تخدم المؤمنين فأنت صابرا محتسبا إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.